صباح الخير والأمل والتفاؤل على كل متابعي قناة إكسترا نيوز في كل مكان. زي ما حضراتكم متعودين كل أسبوع تقريبا بنروح وبنجوب مختلف المحافظات المصرية، لأنه في كل محافظة عندنا كنز، عندنا يعني ما يجعلنا أن احنا لازم نيجي ونسلط الضوء على هذه المحافظة. النهاردة توجهنا إلى الدلتا، وادي النيل، محافظة كفر الشيخ، وتحديدا زي ما حضراتكم كده شايفين احنا في بحيرة البرولوس. هذه البحيرة بتعتبر من اهم البحيرات اللي موجودة في مصر كلها، مصدر مهم جدا للثروة السمكية مش بس لمحافظة كفر الشيخ ولكن لجمهورية مصر العربية، لان هي بتندك تقريبا حوالي من 30-40% من اجمالي الاسماك. بتعتبر تاني اكبر بحيرة طبيعية برضو على مستوى الجمهورية. بيجي هنا وبنشوف في البحيرة يعني مختلف بقى الطيور المهاجرة، أنواع ومختلف الأسماك، في تقريبا 30 جزيرة موجودة هنا في البحيرة مغطاة بالنباتات الطبيعية. كمان هذه البحيرة بتعتبر بحيرة البرولوس من أقدم وأعرق البحيرات الموجودة في العالم كله. يمكن كمان المعروف عنها أن هي قاومت العدوان الثلاثي في معركة البرولوس سنة 56، وللأسف الشديد على مدار 4 عقود فاتت، على الرغم أنه يعني هذه البحيرة يعني ليها مميزات عديدة جدا وليها فوائد عديدة جدا، ولكن طالها الإهمال والتلوث زيها زي بحيرات كتيرة موجودة في مصر، وكمان طالها التعديات. ولكن الفترة الأخيرة شفنا الإرادة السياسية وشفنا التوجه لإصلاح ما أفسده الآخرون، وبقى في تطويرات يعني شفناها وتنمية وتطوير في عدد من البحيرات ومنها بحيرة البرولوس. والنهاردة في الحلقة هنتكلم طبعا عن الإصلاحات اللي تمت، عن التطوير للحفاظ على هذه الثروة المائية والحفاظ كمان على الثروة السمكية الموجودة هنا في البحيرة، ومش بس الحفاظ عليها لا كمان زيادة إنتاجها. طبعا محافظة كفر الشيخ يعني اقتصادها بيعتمد على الزراعة، الصناعة، صيد الأسماك، بيعتمد كمان على السياحة، لأن هناك العديد من المواقع الأثرية والسياحية الموجودة هنا في المحافظة. ويمكن كنا دايما بنسمع أنه أهالي كفر الشيخ بيشتكوا، زمان كان بيشتكوا من الإهمال والتهميش، ولكن الفترة الأخيرة وعلى مدار 4 سنين اللي فاتت شفنا مشروعات قومية مهمة جدا حدثت هنا في كفر الشيخ، خلت المحافظة جاذبة للاستثمار. زي مثلا خلينا نقول لحضراتكم أكبر مزرعة في الشرق الأوسط للاستزراع السمكي، غليون، أكبر برضو محطة للطاقة الكهربائية في البرولوس. هنتكلم بقى بالتفصيل عن هذه المشروعات القومية وأهميتها ولأي مدى كمان وفرت فرص عمل هنا لأهالي كفر الشيخ، طبعا بعد ما نقول لكم أهم الأخبار اللي معانا النهاردة. طيب ننتقل على طول للأخبار. أول خبر معنا يتعلق بمحافظة الصعيد. طبعا محافظة الصعيد أيضا من المحافظات اللي طالها التنمية والتطوير، وشفنا برضو مشروعات قومية في مختلف المحافظات، وشفنا كمان اهتمام من الدولة المصرية والقيادة السياسية أن يكون في ربط ما بين محافظة الصعيد وباقي المحافظات الأخرى. والحقيقة التنمية هي يعني غير مسبوقة في مختلف المحافظات وبالأخص كمان الصعيد، في اهتمام غير مسبوق بيها. مؤخرا برضو في اهتمام بإنشاء محطة قطار سكة حديد في منطقة بشتيل، في إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية هنشوف إنشاء محطة قطار سكة حديد موجودة في هذه المنطقة، وكمان في محطة أخرى خلينا نقول لحضراتكم هي أليوب شبرا، الوجه البحري بقى. طبعا سيادة الوزير، وزير النقل، قال إنه هذه المحطة مهمة جدا. ليه؟ والهدف من إنشائها إنه أولا بنتكلم عن فكرة تقليل الزحام المروري وبالأخص في ميدان رمسيس القاهرة. الهدف من إنشاء هذه المحطة هو تقليل الزحام في ميدان رمسيس. تاني حاجة طبعا الزيادة السكانية، إحنا يعني بنزيد، مش هقول لحضراتكم سنويا، يوميا بنزيد نسبة كبيرة جدا، كثافة السكانية وزيادة السكانية كبيرة قوي، وبالتالي هذا القطار هيخفف برضو من الزحمة.
وفي بقى تقارير بتقول انه على سنة 2024 هيكون معدل النقل 1.5 مليون تقريبا، فدي يعني ده معدل كبير مقارنة بدلوقتي، فبالتالي من المهم جدا ان احنا كمان ننشئ قطارات مختلفة. اخيرا الوزير تحدث عن انه انشاء هذه المحطه كمان هيساهم في القضاء والتقليل من الحوادث، حوادث الموت اللي كنا دايما بنشتكي منها وبنشوفها الفتره الاخيره في السكه الحديد. ده بالنسبه لاول خبر. تاني خبر معانا من وزاره التموين. وزاره التموين من يوم الثلاث طبقت صرف الكمامات القماش اللي احنا قبل كده اتكلمنا عنها واتكلمنا عن مميزاتها، ولكن هيتم صرفها اجباري. ده بالنسبه بقى للاسر اللي هي بتتكون من 4 افراد فاكثر، هيكون صرفها اجباري على كل بطاقه. اما بالنسبه للاسر اللي بتتكون من 3 افراد فاقل هيكون صرفها اختياري. والوزاره والدوله بشكل عام بتتكلم انه في الوقت الحالي بقى في استهتار، في تهاون، في ناس كتيرة جدا معتقدة انه مفيش كورونا. لا، كورونا لسه موجودة، لسه مفيش لقاح، العالم كله شغال على لقاح والدولة شغالة ان هي برضو تعمل بروتوكولات عشان اول ما يتم اكتشاف هذا اللقاح يكون عندنا، ولكن حتى الان مفيش علاج، مفيش لقاح، وبالتالي لازم ان احنا ناخد بالنا وناخد كل الاحتياطات الكفيلة ان هي تحمينا، والكمامة هي افضل وسيلة تحمينا من فيروس كورونا، لانه كمان في دراسات بتقول اللي بتتكلم عن الموجه الثانيه، والموجه الثانيه هتكون اشد، وان هي مش بس هتهاجم الجهاز التنفسي ولكن كمان الجهاز الهضمي، وبالتالي احنا لازم ناخد بالنا ونعرف ان كورونا لسه موجوده. فالوزاره قالت انه الصرف هيكون بشكل اجباري للاسره المكونه من 4 افراد فاكثر. طيب، ده بالنسبة للخبر الخاص بوزارة التموين. في خبر آخر كمان، وهو لقاء ما بين وزير المالية دكتور محمد معيط وسفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة، ويمكن سيادة الوزير تحدث عن فكرة الاستثمارات وأنه دولة أصبحت الآن تهتم بشكل كبير جدا لجذب الاستثمارات، مش بس جذب الاستثمارات، كمان تذليل كافة العقبات اللي بتعوق المستثمرين، وفي توجه لده وإحنا شفناه. ومن خلال هذا اللقاء كمان في تأكيد أنه يكون في زيادة استثمارات ما بين مصر وما بين كوريا، وبالأخص طبعا في التكنولوجيا والثورة الرقمية، لأنه كوريا متميزة جدا في التكنولوجيا، وإحنا لازم نواكب الاستثمارات المتعلقة طبعا بالتكنولوجيا وبالرقمنة والتحول الرقمي وما إلى ذلك. طيب، خلينا بقى نتكلم مع حضراتكم عن ملف آخر، وهو يعني لازم نتكلم عنه ولازم كل يوم نزيد من معركة الوعي، معركة الوعي لدى المواطن المصري، ولازم كل المواطنين يعرفوا وكل مصري يعرف إنه طول ما أنت بتنجح وطول ما أنت بتعمر وطول ما أنت بتبني عدائك هتزيد والإشاعات هتزيد والتحريض هيزيد. ومش بعيد ان احنا بعد الانجازات اللي احنا بنشوفها والتطوير والتنمية اللي احنا بنشوفها في كافة محافظات الجمهورية، اكيد هنلاقي الابواق الاعلامية، قناة الجزيرة والمنابر الاعلامية المختلفة المعادية لمصر والحاقدة علينا، مش حابة هذا الانجاز ومش حابة ان هي تشوفك مستقر ومش حابة تشوفك وانت بتنجز وبتعمر وبتبني بلدك في حقد، واحنا كلنا اصبحنا اكيد عارفين مين عدونا وبيحاولوا يعملوا ايه. يمكن اخر هذه المحاولات الفاشلة يعني اقل ما يوصف بان هي محاولات بائسة وفاشلة، وبالاخص بعد ما اتفضحوا امام العالم كله وامام الشعب المصري وفقدوا المصداقية وفقدوا الشعبية، فقدوا كل شيء، بقوا يعملوا بعض المحاولات الفاشلة اليائسة اللي بتدل على يعني مدى الكره والحقد والضغينة اللي في قلوبهم اللي هيفضل مستمر طول ما احنا ناجحين. اخر هذه المحاولات شفنا يعني ترند على تويتر، يعني الترند ده عن مصر، ولكن في الحقيقة المصريين هم آخر من يعلم. ليه بقى؟ لأن هم بلغة كده السوشيال ميديا بيزقوا في الترند عشان يحاولوا ان هم يشوهوا صورتنا قدام العالم، ولكن احنا واعيين جدا وعارفين المحاولات دي. الترند الموجود على تويتر بعد ما بحثنا لقينا انه 80% من التغريدات، يعني هو ترند عن مصر معادي لمصر، ولكن 80% من التغريدات هي مش من مصر أصلاً، هي من تركيا، من قطر،
من بعض اللجان الإلكترونية خارج مصر. ففي الحقيقة يعني أنا مش عارفة أقول إيه، فشل وإفلاس أقل ما يوصف عن هذه الجماعة ومن يمولها ومن يدعمها. يعني هم مش بس مرتزقة ولكن هم فشلين حتى في الإساءة لينا. هنروح نشوف هذا التقرير ونرجع تاني لحضراتكم. لم تقف جماعة الإخوان الإرهابية ومن يواليها من المرتزقة عند حاجز الترويج للأكاذيب عبر شاشاتها ومنصاتها والتي تدعمها قطر بشكل مباشر، بل أصبحت تستخدم ما يسمى باللجان الإلكترونية والتي أصبحت بآلاف الحسابات المزورة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لتنضم إلى أدوات الجماعة على مستوى إثارة الفوضى. ذباب الجماعة لا يكف عن إثارة الغبار الإلكتروني المسموم، وبضغطة زر واحدة تكتشف ذلك دون عناء، حيث ستجد تاريخ الإنشاء إما العام الحالي أو الماضي على أقصى تقدير. لجوء الجماعة للجانها الإلكترونية بشراهة خلال الساعات الماضية جاء بسبب الضربة القوية التي وجهتها أجهزة الأمن المصرية للقيادي الإرهابي محمود عزت، والذي أصاب الجماعة بحالة من الهياج الإلكتروني. ولسه مكملين مع حضراتكم من محافظة كفر الشيخ. هذه المحافظة اللي زي ما قلنا لحضراتكم اقتصادها بيعتمد على الزراعة والصناعة وصيد الأسماك وأيضا المواقع السياحية الأثرية الفريدة اللي موجودة هنا. احنا النهاردة في ضيافة سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. طبعا احنا بنرحب بيك يا فندم على شاشة اكسترا نيوز وبنشكرك على حسن الضيافة. والنهاردة بقى هنفتح مع حضرتك العديد والعديد من الملفات علشان نتعرف أكتر على طبيعة هذه المحافظة ومقوماتها وأهميتها وأهم ما تم فيها، وبالأخص هنا في المكان اللي احنا فيه بحيرة البرولوس، هذه البحيرة اللي برضو شهدت تطوير الفترة الأخيرة ومن أهم البحيرات زي ما احنا قلنا في مصر كلها. أنا برحب بيكم في محافظة كفر الشيخ. الحقيقة زي ما حضرتك أشرتي، المحافظة هي آخر الدلتا، بتقع 120 كيلو على البحر الأبيض المتوسط وبيحدها في الغرب النيل، فهي محافظة متنوعة في المسطح المائي وفي الوسط بحيرة البرولوس اللي احنا متواجدين فيها. قبل ما نتكلم عن بحيرة البرولوس والتطوير اللي شهدتها الفترة الأخيرة، عايز أتكلم عن المشروعات القومية. يمكن كنا دايما بنسمع عن الأهالي هنا بيشتكوا إنه ما فيش حد بيهتم بيهم، في تجاهل، ولكن احنا الفترة الأخيرة شفنا مشروعات تم افتتاحها من قبل القيادة السياسية. بنتكلم عن مشروعات ضخمة زي مثلا أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط في البرولوس، بنتكلم عن كمان أكبر يعني مزرعة سمكية غليون في الشرق الأوسط. دي كلها مشاريع وفرت فرص عمل ووفرت وفتحت بيوت وخلت المحافظة جاذبة للاستثمار. لو نلقي الضوء كده سريعا على أهم هذه المشروعات. طبعا الحقيقة احنا في الخمس سنين الأخيرة تحولنا إلى محافظة الأمل والمستقبل. السيد الرئيس الجمهورية مهتم جدا بالمشروعات القومية اللي بتتم هنا. بنبتدي بأكبر محطة كهرباء موجودة من ضمن أربع محطات الحقيقة على الشبكة القومية للكهرباء اللي افتتحها وشرفنا في افتتاح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. المحطة دي معداتها تم استخدام من البرولوس اللي على البحر الأبيض المتوسط، فتم توسيع وتكريك وتعميق الميناء. هذا الميناء كان ميناء مخصص للصيادين، تحول إلى ميناء تجاري متوسط. الجزء الأهم أن تم تكريك البحيرة وأصبحت ميناء جيد بعد ما كانت المنطقة فيها طاردة وهجرة غير شرعية، أصبحت جاذبة للاستثمار. على نفس البحيرة البرولوس برضو عندنا على البحر الأبيض المتوسط عندنا زي ما حضرتك أشرتي مزارع غليون، ودي بتتشارك مع بقية المزارع السمكية بتنتج حوالي 32% من الأسماك اللي موجودة في الجمهورية. على ذات النسق الحقيقة ابتدينا الأمل القومي اللي السيد الرئيس حققه للدولة، إنه ابتدينا مشروع الرمال السوداء
وده كان امل للمصريين ومحافظه كفر الشيخ. الرمال السوداء هي الرمال بتبقى موجوده على الشاطئ وفيها معادن وفيها ثروات، فده كان يعني من اهم فعلا المشاريع اللي كل مش بس بالمناسبه اهلي كفر الشيخ، المصريين كلهم بالظبط بيحلموا بهذا المشروع لانه مصدر دخل قومي لمصر كبير جدا. هو كمان فندم يعني الدوله والسيد رئيس الجمهوريه مهتم بربط العلم بسوق العمل. يعني احنا عندنا مزارع بركة غليون مرتبطة بالجامعة اللي عندنا، هي احدث جامعة فيها، الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية كلية الثروة السمكية، دي بتخرج الفنيين اللي بيشتغلوا في المصايد السمكية او المزارع الاستزراع السمكي اللي موجودة بغرب المحافظة في غليون او اللي في شرق المحافظة في المزارع، مزرعة المحافظة في الخشعة او المزارع السمكية الاخرى. حقيقة احنا المحافظة فيها مزارع سمكية، فيها ثروة زراعية. احنا المحافظة بتنتج تقريبا 32% من انتاج الارز على مستوى الجمهورية. عندنا العلم برضو، وزارة الزراعة الحقيقة ليها مراكز بحوث هنا متعددة وضخمة في الأرز والذرة وخلافه. عندنا قاعدة صناعية مرتبطة بالزراعة هي مصنع السكر. عفواً على المقاطعة سيادة المحافظ والمحافظ، يعني يمكن حضرتك تتكلم عن زراعة الأرز، خلينا بس نقول أنه أجود أنواع الأرز تزرع هنا في المحافظة. دي حقيقة، أجود أنواع الأرز اللي موجودة يعني يمكن في العالم كله كمان، لانه هنا الارض كمان خصبه، فالمحاصيل الزراعيه اللي بتتزرع بتتميز بجودتها. بالظبط بالظبط. وعندنا الزراعه الاخرى اللي متميزين بيها هنا البنجر، وده معتمد على قاعده صناعيه في مصنع السكر عندنا. اتمنى ان باذن الله برضو، لان احنا عندنا قاعدتين صناعيتين موجودين في بلطيم ومطوبس بيعتمدوا على انتاج العلف السمكي، فيهم عدد من المشاريع مرتبطين بالزراعة. كان عندنا سيد وزير الزراعة بنحاول نتوسع في زراعات الذرة الصفراء وفول الصويا اللي معتمدين على الزراعة عشان نربط الزراعة بالصناعة بالتعليم. حقيقة احنا عندنا التعليم الفني هو قطرة التنمية، وزارة التعليم مهتمين، ابتدينا عشان المزارع السمكية اللي موجودة في شرق وغرب المحافظة السنة دي بإذن الله هتشتغل فصول للتعليم الفني للاستزراع السمكي، فهيبقى عندنا مستويين من التعليم، تعليم فني والجامعة بتخرج ككلية مرتبطين. برضو هننشئ السنة دي بإذن الله أول مدرسة في التعليم الفني للتعدين عشان تبتدي تخرج للجزئية بتاعت التعدين بتاعت الرمال السوداء، يقوم كله يتواكب مع بعض. احنا ربطينا المناطق الصناعية عندنا بسوق العمل، وبالتالي الحقيقة المنشآت اللي موجودة في القاعدتين الصناعيتين دول متوافقين مع التعليم الفني في ما يسمى التعليم المزدوج اللي الدولة مهتمية به والسيد رئيس الجمهورية. بياخدوا الطلبة حوالي 4 أيام في الأسبوع، بيتنقلوا المنشآت الصناعية المتجاورة للمناطق الجغرافية اللي ساكنين فيها، بيتدربوا على تلك المعدات، بيختبروا صاحب المنشأة، بيبقى ضامن انه لما يتخرج الطلبه دي هتشتغل عنده في المنشاه. وده مهم يا سياده المحافظ، لانه فكره ان احنا كمان نسد الفجوه ما بين اللي الطلبه بيتعلموه في المدارس والجامعات وما بين سوق العمل. وما شاء الله احنا عندنا هنا في المحافظه كمان في صناعات جديده كل يوم بنشوفها، فيعني من المهم كمان ان احنا نمرنهم وندربهم ونساعدهم ان هم دايما يمرنوا ويدربوا نفسهم على التكنولوجيا وعلى التطوير، لانه زي ما حضرتك عارف التكنولوجيا بقت داخله في كل حاجه، فده مهم جدا. دي نقطه في غايه الاهميه، فكره ان احنا نربط ما بين التعليم وبين احتياجات سوق العمل. هو الحقيقه كمان الطالب بيبقى عنده امل انه خلاص ضامن وظيفه في المنشاه الصناعيه اللي جنبه، بعنده امل ان هو اتدرب عليها وعنده فرصه عمل، ده بيقضي على جزء كبير من البطاله، بيخلق روح حماسيه للشباب. فالحقيقه ربط التعليم الفني تحديدا بسوق العمل في المناطق الصناعيه اللي جنبه ده بينمي ويطور واستخدام العلم، وبيبقى صاحب المنشاه ضامن انه واخد عامل بعد كده مدرب. المستوى الثاني الجامعي، وبرضو الجامعة الحقيقة احنا عندنا احدث الجامعات
في الجمهورية، إلا أنها جامعة بتتقدم سريعاً واحتلت مراكز متقدمة حالياً في التصنيف. جامعة كفر الشيخ واخدة تصنيفات عالمية وفيها كلية ذكاء اصطناعي ونانو تكنولوجي ودول مش موجودين، يعني هم الذكاء الاصطناعي الأول هنا في مصر، الكليتين الوحاد وفيهم معامل ضخمة. يعني أتمنى أن أنتوا بتروحوا تنقلوا صورهم النهاردة في الحلقة يا فندم. هنتكلم عن هذه الملفات طبعا، وهنتكلم عن الجامعة وتصنيفها المتقدم، لكن خليني أتكلم مع حضرتك عن المكان اللي احنا فيه. هذه البحيرة، بحيرة البرولوس، تاني أكبر البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، مصدر مهم جدا للثروة السمكية، بتنتج حوالي من 30-40% من إجمالي الأسماك على مستوى الجمهورية كلها. زي ما قلنا من أهم البحيرات اللي موجودة، ولكن للأسف التعديات اللي شهدتها على مدار العقود اللي فاتت أفقدتها قيمتها البيئية والمادية والمعنوية. ولكن يمكن شفنا الأربع سنين اللي فاتوا كان في توجه لتطوير البحيرات بشكل عام في مصر. إيه اللي تم هنا في البحيرة عشان نحافظ بقى على الثروة المائية ونحافظ على الثروة السمكية ونزيد كمان من الإنتاج؟ هو زي ما حضرتك قلتي، هي كل جهات الدولة بتتشارك في إعادة الحياة الطبيعية لبحيرة البرولوس. حقيقة سيد الرئيس في توجيهات، عندنا التكريك يمكن ظاهر ورا بيتم في البحيرة، التكريك اللي احنا شايفينه ورانا هنا بالظبط كده فندم المعدات. عندنا الحقيقة البحيرة هنا بتتميز ببعض الجزر اللي موجودة فيها، منها جزيرة مشهورة عالميا اللي هي الشخلوبة كسياحة. عندنا طبعا صيد الأسماك، ده مهنة رئيسية للبحيرة، وعندنا عدد من المواني الصغيرة لحرفة صيد الأسماك مع صناعات وراها حرفية كشبك وإصلاح سفن وما يسمى بالأزهات. متشاركين دايما طبعا زي ما حضرتك أشرتي مع مديرية أمن كفر الشيخ والمسطحات المائية في إزالة أي تعديات، متشاركين مع جهات البيئة وجهات الدولة في تنمية الثروة السمكية في إعادة الحياة للثروة السمكية اللي موجودة. الحياة البحيرة بتتميز بأعداد متنوعة من أنواع السمكية. حقيقة المكان أكثر من بديع، هنتشارك بإذن الله في تطوير منطقة السياحية اللي على الشاطئ بتاع بحيرة البرولوس، الكورنيش اللي بيتعمل دلوقتي بالضبط كده. الكورنيش ده بيتعمل على طول على طول البحيرة في المنطقة السكنية على الطريق الساحلي. الحقيقة الدولة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطريق الساحلي الدولي اللي بيربط يعني شمال الجمهورية شرق الجمهورية بغرب الجمهورية، بيمر بعدد من المحافظات. الشاطئ هنا للبحيرة الحقيقة قدامه منطقة ساحلية، يعني أتمنى أنها تخضع لفرص استثمارية، لأنها لو أنشأت هتبتدي تخلق عمالة وتخلق تشغيل شباب وتخلق فرص سياحية، فهي المنطقة جاذبة للاستثمار. وعشان كده فعلا يعني محافظة الأمل والمستقبل، في عديد من الفرص الاستثمارية سواء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. عندنا مصيف بلطيم وهو بيرتاده حوالي 3 مليون مواطن من كل محافظات الدلتا. عندنا مصيف مطوبس يعني اقل، لكن جنبه القاعده الصناعيه اللي انا قلت لحضرتك عليها. اتمنى برضو ان هو يحقق كفرصه استثماريه كمصيف ويدخل في النطاق مماثل للمصايف. عندنا عديد من الفرص، عندنا شاطئ النيل، عندنا قناطر ادفينا في منطقه حدائق هناك بنتشاور في تل الفرعين. حضرتك دخلت على السياحه بقى، احنا يعني في انتظار الامل اللي كان بقاله 20 سنه، افتتاح متحف كفر الشيخ، وهو متحف جميل منقول عدد من الاثار من تل الفرعين زي ما حضرتك قلتي، ومدينه بوتو القديمه. عندنا عديد على فكره، عندنا هنا اماكن سياحيه، عندنا قصر الملك فاروق الحقيقه، وهو حاليا بتحتله احدى المؤسسات التعليميه. يعني هو بديع اقرب الى قصر المنتزه، وجنبه محطه سكه حديد اثريه برضو.
يعني وعندنا الفنار هنا كمان وراء حضرتك، في فنار البرولوس برضو ده من فنار اثري، في طبيه عرابي، في مواقع اثريه كتيره، وعندنا مسار العائله المقدسه بينتهي هنا عندنا في كنيسه سخا، بينتهي هنا في المحافظه، في كنيسه سخا هنا وهي كنيسه عريقه وقديمه. الحقيقه عندنا عدد من المنشآت السياحيه اللي بنحاول ننمي الجذب السياحي ليها، يعني هو في أمل كتير في عديد من المشروعات. الدولة عملت في عهد السيد الرئيس عدد من المشروعات القومية على مدار المرافق، طرق، يعني أنا بقول لحضرتك الطرق، الطريق الساحلي الدولي، الطرق والكباري اللي تمت الفترة الأخيرة بالزبط. برضو لو نلقي الضوء على أهم ما تم في البنية التحتية عشان خاطر تجذب استثمارات أكتر وتجعلها جاذبة للاستثمار وتجعلها كمان محافظة الأمل والمستقبل زي ما حضرتك قلت. الحقيقة الطرق الرئيسية اللي الدولة أنشأتها هي طرق بتربط كل الساحل بتاع البحر الأبيض المتوسط، الطريق الساحلي، عديد من المشاريع، الطرق الداخلية. احنا الحقيقة نظرا لأن الأحوال الجوية بتبقى عندنا شبيهة بالأسكندرية أو أقوى، فبنتضرر في فترة الشتاء، فبعض الطرق أصيبت على مدار السنوات الماضية. احنا في خطة طموحة الحقيقة الدولة عاملاها وبنفذها في التوقيت الحالي لإعادة تطوير ورفع كفاءة العديد من الطرق. عندنا القطاع الصحي كمان، الحقيقة احنا عندنا 13 مستشفى حاليا الإجراءات الصحية مرتفعة فيها، منها 4 مستشفيات الدولة أنشأتها شبيهة بالمستشفيات الاستثمارية في القاهرة زي مستشفى بلطيم ومستشفى البرولوس ومستشفى سيدي غازي وإلين، دول 2 في شرق العاصمة المحافظة و2 في غربها. الإجراءات الصحية عندنا هنا الحمد لله، يعني حضرتك أشرت إلى إجراءات فيروس كورونا، لكن الحمد لله هي برضو إحنا محافظين على مستوى الإجراءات الصحية، إلا أنها بتتناقص في التوقيت الحالي نظرا لظروف الجو طبعا، وأتمنى أنها يعني نصل إلى معدل الصفر في الإصابات. نتمنى ان احنا نصل لنقطة الصفر في الإصابات، ونتمنى ان احنا كمان نصل لنقطة الصفر في التعديات، لأنه وفق الخطة الطموحة اللي حضرتك بتتكلم عنها للمحافظة، واحنا بنتكلم عن محافظة زراعية في المقام الأول، اقتصادها بيعتمد على الزراعة، ولكن للأسف لما نيجي نقرأ كمية المخالفات والتعديات على هذه الأراضي الزراعية بجد شيء مخيف جدا. والأراضي الزراعية اللي احنا بنمتلكها هي أغلى شيء بتمتلكه مصر فعلا، لأنه احنا من خلاله بنحصل على الأمن والغذائي، بنحصل على غذائنا وتيومنا، مش هنضطر ان احنا نستورد غذاء من الخارج. للأسف الشديد على مدار العقود اللي فاتت شفنا تعديات على الأراضي الزراعية سيادة المحافظ، ولكن الدولة الآن بتضرب بيد من حديد على كل هذه المخالفات وعلى كل هذه التحديات مجمل اللي تم الفترة الأخيرة. هو الحقيقة زي ما حضرتك أشرتي أنه الرقعة الزراعية هي أمان مصر الزراعي، وزي ما حضرتك قلنا أنه إحنا عندنا زراعات متعددة زي الأرز والسكر، عندنا مراكز بحوث زراعية، كل ده معتمد على أن إحنا نحافظ على الرقعة الزراعية. هي إحنا متشاركين مع مديرية أمن كفر الشيخ الحقيقة في موجات متلاحقة اللي الدولة مقرراها واللي احنا بنعملها. الضربة من ايد من حديد على اي تعدي على ارض زراعية، على رصد مجموعات للرصد على مدار 24 ساعة الحقيقة بيتم في التوجه بمعدات الحكم المحلي ما بالاشتراك مع اجهزة الشرطة في الازالة الفورية لاي تعدي بيحصل على ارض زراعية، بخلاف انه بيتعرض المخالف على النيابات العسكرية بنزيل المخالفات على نفقة المخالف، بتتخذ كل الإجراءات الحازمة والقانونية ضده. ده أوجد تراجع حاد حاليا في الإجراءات التعدي اللي كان بتحصل في الفترة الأخيرة. نسبة التعدي على الأراضي الزراعية في المحافظة قد إيه تقريبا في محافظة كفر الشيخ؟ هي الحقيقة نظرا لندرة المسطحات البنائية في كفر الشيخ وانه غالبية المحافظة فيها اراضي زراعية، فبيحصل في بعض حيز المدن وبعض القرى
انه بيحصل تعدي على بعض الاراضي الزراعيه، بيتم الايقاف الفوري واتخاذ الاجراءات القانونيه والضبط. النسب دلوقتي للموجات المتلاحقه من الموجات لازاله التعدي واللي احنا اصبحنا مستمرين فيها، ما بقاش في توقيت على مدار ال 24 ساعه. الحقيقه مديريه الامن هنا في ضابط متواجد للاتصال باجهزه الشرطه، اي اخطار او اي رصد بيتم على مدار ال 24 ساعه. احنا فاتحين قنوات تليفونيه واتساب لاجهزه اللاسلكي، عندنا شبكه لتلقي البلاغات، بيتم الرصد من عندنا نائب ليلي في كل مركز، مرابط بكل رئيس قريه. اي تعدي بيتم الازاله في المهد فورا. الانشاءات اللي تمت في الفترات السابقه بنحاول نعيد جزء تاني لانه يبقى ارض زراعيه على نفقه الملك، وما صالح للتقنين منه بيدخل تحت منظومه التصالح في المباني حاليا. التعديات عندنا الحقيقه يعني في تراجع مستمر الحمد لله. أنا برضو عايزة من حضرتك ست المحافظ أنك توضح للناس أكثر وتشرح للناس أكثر خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، لأنه يمكن في دراسات قريناها بتقول أنه لو لم تدخل الدولة لفقدت مصر الأراضي الزراعية في سنة 2045، يعني كنا جينا في سنة 2045 مصر فقدت كل الأراضي الزراعية بتاعتها، ودي يعني مصيبة وكارثة، مصيبة وكارثة بكل المقاييس. يعني لو احنا ما كناش عملنا او الدولة ما كانتش ضربت بيد من حديد هذه المخالفات والتعديات، وكان في وشفنا حملة الازالات اللي شهدناها الفترة الاخيرة، لكانت فقدت مصر الكثير والكثير او كل اراضيها الزراعية، ودي كانت هتبقى يعني بتهدد امننا الغذائي. فلو تشرح للمواطن خطورة ان احنا نبني على ارض زراعية. وطبعا زي ما حضرتك اشرتي الرقعة الزراعية، وهنا في كفر الشيخ بالذات الرقعة الزراعية ضخمة ومن اجود الاراضي، لان احنا اخر محافظة في الدلتا، فالاراضي هنا جيدة جدا. عشان كده الزراعات عندنا متميزة، سواء الرز الشهيرة به كفر الشيخ والبنجر والذرة. الحقيقة الفلاح مدرك تماما انه الأرض الزراعية هي قيمة بتؤثر على الأمن الغذائي بتاع المحافظة والجمهورية ككل، لأن الزراعات دي بتخدم الجمهورية كلها. إحنا يمكن المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية اللي فيها مراكز بحوث ضخمة وكبيرة، لأن وزارة الزراعة كانت مهتمية في القديم في ذلك، وبالتالي الرقعة الزراعية عندنا قيمة. إلا أنه طبعا التعداد السكاني اللي كبر خلى بعض التعدي من القرى لإنشاء مساكن وخلافه بيخرج برا الحيز المخطط للقرية، بيتم مكافحته وإيجاد وسائل أخرى. يبقى التوسع بدل ما هو يعني برأسي ممكن يتم أفقي، ممكن يبقى في توسع رأس. الحقيقة الدولة مهتمية بالجزئية دي، لضبط منظومة البناء بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، في التقنين الأراضي اللي حصل فيها تعديات في الفترة الماضية اللي صالح للتقنين. الحقيقة بذلنا جهد في الفترة الماضية لتوزيع عدد من العقود، وصلنا حوالي 586 عقد، ولازلنا شهر أسبوعيا بنقنن أراضي وبنوزع، لأنه دي قيمة زراعية. فالمالك لما يمتلك الأرض ويزرعها فالدولة بتستفيد والمواطن بيستفيد والأجيال اللي جاية كمان، والأجيال اللي جاية بيحافظ على أرضه. فمنظومة التقنين بتاعة الأراضي الحقيقة بتصير بصورة جيدة، وبالتالي الرقعة الزراعية بدل ما تتناقص بتتزايد. وللأسف الشديد، للأسف الشديد وفقا للأرقام مصر فقدت الكثير من الأراضي الزراعية بسبب هذا البناء المخالف اللي كان يعني بيحصل، يعني وما كانش حد حتى بيواجه هذه التعديات اللي كانت بتحصل. طيب يمكن المشروعات القومية أهمها أن هي بتوفر فرص عمل للأهالي وفي نفس الوقت كمان الشباب. المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمان في توجه للاهتمام
بالشباب ان هم يعتمدوا على نفسهم ويكونوا نفسهم ويكون عندهم مشروعات تفيدهم وتفيد البلد في نفس الوقت. واحنا بنتكلم على انه المشروعات القوميه بتزيد في المحافظات وفي نفس الوقت الصناعات كمان بنستحدث صناعات جديده. دور المحافظه هنا في الاهتمام بشباب وان احنا كمان نشجعهم ان هم يكونوا عندهم مشروعات صغيره ومتوسطه في كافه الصناعات اللي بتخدم المحافظه. هو الحقيقه يعني جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروع آخر اللي هو مشروعك اللي تابع للحكم المحلي وزارة التنمية المحلية، الاتنين بيمثلوا الحقيقة عمودين رئيسيين في دعم المشروعات الصغيرة، بحيث انه اي شاب عنده فكر مشروع او نشاط بيتوجه للجهتين، مش فقط بيدعموه ماليا في البنوك في دعمه ماليا، لا كمان بيدربوا العمالة اللي عنده، دي أنشطة غير مالية، بيسوقوا بيدعموه في دراسات الجدوى، بيحددوا له مساراته، بيدعموا المشاريع القائمة في تنميتها، مش ضروري فقط في المناطق الصناعية زي بلطيم ومطوبس، لا على مستوى كافة المراكز والمدن اللي موجودة في المحافظة. والحقيقة يعني الشباب بيتوجه لتلك الفروع اللي موجودة في كل المراكز، سواء جهاز تنمية المشروعات اللي هو ما يطلق عليه الصندوق الاجتماعي سابقا أو مشروعك، بيتم دعمهم افتتاح مشاريع بصفة مستمرة. الحقيقة احنا عندنا عدد من المشروعات دعمها مشروعك وللشباب وجهاز تنمية المشروعات، وافتتحت في أنشطة مختلفة سواء صغيرة أو متوسطة، مصنوعات خشبية جلدية، مصنوعات زراعية، أنشطة تجارية، أنشطة مواد غذائية. الحقيقة العديد من المشروعات الصغيرة اللي بتدي أمل للشاب وبتدي له وظيفة وإنه يشغل آخرين. اخيرا سياده اللواء، يمكن حضرتك بقالك في المنصب تقريبا 8 شهور بالظبط، ايه اللي حضرتك حابب تضيفه او تغيره في المحافظه؟ الحقيقه يعني المحافظه محتاجه ان الشباب يبتدوا يتجهوا، ما يعتمدش على العمل الحكومي. كل المحافظين بيقولوا نفس الجملة، ان هم يعتمدوا على أنشطة تجارية وصناعية، لازم يدخل بأفكار ويروح ويناقش دراسات جدوى مع الأنشطة اللي مفتوحة، نقلل الجزء من البطالة ويعتمد على نفسه، مش إطلاقا انه ممكن لازم ينجح، لازم يتعثر وينجح وده أمل لي. إنما الاعتماد على أنه عمل حكومي أو أنشطة نمطية، يعني هو المحافظات الشاب بيعتمد على نشاط نجح فبيسلكه، لا، جرب فكرة وخد الدعم وشغل مجموعة شباب معاك، يعني لو هتنمي المحافظة وهتوجد أنشطة وهتطلع أنا آسف ثروات سواء غذائية أو صناعية، انت هتستفيد والدوله هتستفيد بالناتج القومي. اتمنى ده، واحنا يعني بندعمه بصوره قويه، يعني نتمنى ده، ونتمنى انه كمان يعني كل الشباب تتوجه نحو المشروعات الصغيره والمتوسطه. سياده المحافظ اللواء جمال نور الدين، بشكرك على وجودك معنا، شكرا ليك يا فندم. انا بشكرك. هنروح دلوقتي نشوف اهم المشروعات القوميه اللي نفذت الفتره الاخيره في محافظه كفر الشيخ، ونرجع مره ثانيه من بحيره البرولوس. المهمشون في المحافظة المنسية كفر الشيخ، هكذا كانت تعرف محافظة الأرض الخصبة، وهكذا كان يلقب أهلها، الذين استمرت شكواهم من مر التهميش والنسيان لسنوات عديدة، حتى جاءت لحظة الانطلاق والتحرر، معلنة عن دخول متسابق جديد حلبة التقدم والإنجازات، فكانت كفر الشيخ في ثوبها الجديد، حيث شهدت المحافظة العديد من المشروعات القومية والخدمية،
فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية أعلن اهتماماً خاصاً بتلك المحافظة، فكانت انطلاقة التقدم نحو المستقبل المشرق لأبنائها ولكل شباب مصر، فتحولت لسلة غذائية بما تمتلكه من مزارع سمكية وأراضي زراعية خصبة، حيث تعد الأولى في زراعة الأرز وبنجر السكر. ونظراً لما تمتلكه من ثروة بشرية هائلة ومدربة، أصبحت واحدة من المحافظات المصدرة للطاقة بعد إنشاء محطة كهربائية عملاقة، محطة كهرباء البرولوس، والتي وفرت الآلاف من فرص العمل، والتي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها من أكبر المحطات لإنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط. وتوالت الإنجازات بافتتاح عدد من المشروعات الأخرى، أولها مشروع مزرعة بركة غليون السمكية، وافتتاح مستشفى كفر الشيخ الجامعي، والتي تبعها افتتاح 3 مستشفيات نموذجية عملاقة، وإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية وتسليمها للأهالي، إضافة إلى مشروعات المياه والصرف الصحي. وكان الإنجاز الأهم والأعظم هو الحفاظ على أرواح الشباب وتكفيف دموع ذويهم المنفطرة عليهم بعد العديد من حوادث الغرق المفجعة في مياه المتوسط، بحثاً عن لقمة عيش في أرض غريبة باردة. فكانت الإرادة القوية والتي أنهت كابوس الهجرة غير الشرعية بعد معاناة العديد من الأسر في شتى بقاع المحروسة على فقد شبابها وأطفالها، والتي بسببها عرفت كفر الشيخ بمحافظة الموت، ولكنها بفضل وجهد وإرادة القيادة السياسية تحولت إلى سلة غذاء توفر الآلاف من فرص العمل وتضخ إنتاجها في الأسواق، لتتحول كفر الشيخ من محافظة منسية إلى بقعة من نور تضيئها الإنجازات. لما يكون عندنا جامعة في مصر بتعتبر من أفضل الجامعات الموجودة في العالم كله، ودايماً بتسعى للريادة، مصنفة الأولى محلياً وإفريقياً والرابعة يعني على مستوى العالم العربي من حيث الجامعات الصديقة للبيئة، يبقى لازم نتكلم عنها ونلقي الضوء عليها. مش بس كده، وفقاً لتايمز البريطانية هي من أفضل الجامعات وفقاً لتصنيفات الإسبانية في معهد بحثي نانو تكنولوجي، هو الأول من نوعه في كلية الذكاء الاصطناعي، الأول من نوعه في هذه الجامعة. يبقى لازم فعلا نتكلم النهاردة عن هذه الجامعة، إيه اللي بيميزها وإزاي برضو الجامعات الأخرى تقتضي بهذه الجامعة في الريادة والتميز. معانا ضفنا في هذه الفقرة دكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ. برحب بيك يا فندم على شاشة إكسترا نيوز. اهلا بحضرتك استاذ خلود، واهلا بالساده المشاهدين. الحقيقه طبعا يعني النهارده يوم جميل من قبل حضرتك وفريق اكسترا نيوز من بقعه من اغلى بقاع الوطن، وهي مدينه برج البرولس التاريخيه. بالنسبه طبعا لجامعه كفر الشيخ، وهي جامعه مصريه بمواصفات عالميه، يعني واخده تصنيفات كثيره جدا يا دكتور. يعني احنا قلنا الاول محليا وإفريقيا والرابعة عربيا من حيث الجامعات الصديقة للبيئة. إزاي قدرتوا أن أنتوا تعملوا كده، أو إزاي الدولة قدرت أن هي تنفذ هذه الجامعة بحيث أن هي تكون مصنفة عالميا؟ ما فيش شك طبعا أن في ال6 سنوات الأخيرة ومنذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ويعني فخامته من أولى أولوياته التعليم العالي والبحث العلمي، لأن التعليم العالي والبحث العلمي هم قاطرة التنمية في أي بلد. يمكن إحنا في خلال 6 سنين الماضية يعني تم إنفاق استثمارات تقارب 2 مليار جنيه في إنشاء كليات جديدة وتخطيط حرم جامعة كفر الشيخ. تصنيف الجرين ماتريكس أو الجامعات الخضراء صديقة البيئة بيعتمد على معايير كتيرة جدا، أهمها
المعايير اللي توافق التنمية، معايير التنمية المستدامة من كل شيء، واللاندسكيب واستهلاك الطاقة واستهلاك المياه. فما فيش شك طبعا ان يعني هذه الدفعة القوية في 6 سنين الماضية، وكمان مستمرين يعني يمكن فخامة الرئيس بيأكد دايما ان يعني عايزين خريج بمواصفات عالمية، عايزين تعليم عالي وبحث علمي ذو جودة عالمية. هي مصنفة كمان عالميا وفقا لتايمز البريطانية، وآخر تصنيف كان من إسبانيا. برضو عرف الناس أكتر عن الجامعة وعرقتها وأهم التصنيفات اللي أخدتها. هي طبعا جامعة كفر الشيخ كان في الأول فرع لجامعة طنطا، واستقلت في 2006 بعد جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة، ويعني جرى يعني استكمال مقاومتها كجامعة بالكليات الجديدة، المجموعة الطبية، يمكن كلية الطب البشري وكلية الصيدلة والعلاج الطبيعي وكلية طب الأسنان وكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض. دي منظومة كانت حلم لأبناء المحافظة منذ 50 القرن الماضي، أصبحت حقيقة واقعة في 6 سنوات الماضية. مستشفى جامعي على أعلى مستوى، قدمنا خدمة متميزة في يعني مكافحة كورونا. طبعا بالتعاون مع السيد الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. الحقيقة التعاون بين محافظة كفر الشيخ والجامعة يعني مثال يحتذى به في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. فما فيش شك طبعا ان الجامعة بكل مقاوماتها البحثية ومقاوماتها المادية ومقاوماتها البشرية هي يعني منارة التنوير وزي ما نقوله بيت الخبرة اللي هو بيقدم للإقليم بتاعه كل الدعم في كل المجالات. احنا متعاونين جدا مع معالي الوزير المحافظ كفر الشيخ اللي هو جمال نور الدين، هو بيدعمنا في كل شيء، واحنا بصراحة داعمين لسيادته في كل شيء، وده واجبنا. قدمنا يمكن من اول يعني 15/3 في ازمه فيروس كورونا المستجد كل الدعم في المنظومه الصحيه، سواء اذا كان مستشفى بلطيم للعزل او يعني استقبال رائع لوفود العالقين المصريين بالخارج، وتخصيص مدينتين من المدن الجامعيه لحالات الاستشفاء من مرض كورونا. وطبعا جامعه كفر الشيخ خصصت دورين فيها، هو المستشفى الجامعي لحالات العزل والعلاج. الحمد لله الأداء على أعلى مستوى. يمكن إحنا ولله الحمد الجامعة الوحيدة إن الفرق الطبية بتاعتها الحمد لله لم تصاب بكورونا، يعني الحمد لله. يعني إحنا دورنا مش بس تعليم وبحث علمي، لا دور أساسي كمان خدمة المجتمع في كل ما يحتاجه مننا من خبرات واستشارات. طيب محافظة كفر الشيخ برضو يمكن الجامعة منارة زي ما حضرتك قلت، وبتميز كمان المحافظة لأنه هذه الجامعة فريدة من حيث الكليات الموجودة فيها. عندنا كلية الذكاء الاصطناعي، هذه الكلية هي الأولى من نوعها في مصر والتانية على مستوى العالم العربي على ما أعتقد. عايزين نتكلم أكتر عن هذه الكلية، كلية الذكاء الاصطناعي، إيه اللي بتضيفه كمان للطلبة وأهميتها في هذا التوقيت؟ ما فيش شك طبعاً كلية الذكاء الاصطناعي تم إنشائها، وكانت أول كلية للذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية. إحنا بنستقبل السنة إن شاء الله الدفعة الفرقة الثانية إن شاء الله. كلية الذكاء الاصطناعي كلية مهمة جداً لأنها بتخرج خريجين لوظائف المستقبل، وكان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احدى اللقاءات برؤساء رؤساء الجامعات ان احنا لابد نشارك، ان ما كانش لنا حظوظ في المشاركه في الثوره الصناعيه الثالثه والثانيه والاولى، يبقى لنا نصيب ان شاء الله في المشاركه في الثوره الصناعيه الرابعه ووظائف المستقبل. عشان كده طبعا جامعه كفر الشيخ فكرت ان هي تعمل كليه الذكاء الاصطناعي على اساس ان احنا نطلع خريجين مؤهلين لوظائف المستقبل. العالم كله دلوقتي يا دكتور في ثورة
للرقمنة والذكاء الاصطناعي، ولسه إيلون ماسك أعلن عن الشريحة اللي اتكلم عنها واللي ممكن تغير العالم كله. فبالتالي مهم ان احنا نواكب هذه التطورات والتغيرات. طب الجامعة يمكن كانت او الكلية كانت يمكن اول سنة ليها السنة اللي فاتت، على السنة اللي فاتت 2019 اعتقد في دفعة دلوقتي هي ان شاء الله من جينا مكتب التنسيق ان شاء الله دفعة الفرقة التانية ان شاء الله. بتختاروا قد ايه طيب؟ يعني احنا بنطلب في حدود 200 طالب، ممكن يجي لنا 250 يعني على حسب، ما فيش مشكلة عندنا ان شاء الله يشرفوا. يعني طبعا يعني هي يعني من الأسئلة اللي بتجي لنا من طلاب الثانوية العامة، في طلبة كتير جدا حابين ان هم في اقبال عليها، في اقبال عليها كويس ان هم متابعين برضو، والمجال طبعا مجال واعد في التوظيف في المستقبل. طب اللي بيجي بقى من محافظات مختلفة في سكن ليهم؟ طبعا عندنا المدن الجامعية على أعلى مستوى ومستويات مختلفة، ويعني بنقدم خدمة في المدن الجامعية ومطعم الجامعة، يعني خدمة غير مسبوقة على الإطلاق. طيب معهد النانو تكنولوجي برضو ده من المعاهد المهمة جدا البحثية، اللي حابب ان هو يحصل على ماجستير او دكتوراه او يعمل ابحاث علمية مختلفة، المعهد ده برضو عايزين نتكلم اكتر عنه، ايه اللي بيضيفه، ايه اللي بيميزه؟ طبعا ما فيش شك ان معهد علوم وتكنولوجيا النانو كان برضو من اول المعاهد، يعني جامعة كفر الشيخ انشأت اول معهد لعلوم وتكنولوجيا النانو في جمهورية مصر العربية، وزي ما حضرتك تفضلتي والتاني على مستوى الوطن العربي. طبعا يعني علوم وتكنولوجيا النانو مهمة جدا في مجالات كتيرة جدا، سواء في المجال الطبي او في الهندسي يعني او في الزراعة، وتطبيقات النانو تكنولوجيا مهمة جدا. هو معهد بحثي بامتياز، وزي ما قلت حضرتك برضو بيمنح درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وعندنا فريق متميز جدا دلوقتي في معهد علوم وتكنولوجيا النانو، واخدين مشروعات من أكاديمية البحث العلمي وشغالين عليها بكل كفاءة إن شاء الله، وبإذن الله نرى إن شاء الله في القريب العاجل يعني منتجات خاصة بالمعهد. زي إيه؟ يعني بيشتغلوا على يعني بعض الحاجات اللي هي ممكن تفيد في رفع كفاءة المبيدات الخاصة بالآفات الزراعية، شغالين على بعض الحاجات اللي ممكن تنفع في يعني الأزمة الحالية اللي هي كوفيد-19. يعني في مجالات كتيره جدا شغالين فيها في معهد علوم وتكنولوجيا النانو. ست المحافظ كمان قال لنا انه في كليه للمزارع السمكيه والمصايد، ودي برضو تعتبر الاولى من نوعها. طبعا حضرتك كليه علوم الثروه السمكيه والمصايد يعني انشئت وفقا ل يعني دراسه جدوى في محافظه كفر الشيخ. محافظة كفر الشيخ محافظة يعني تشتهر بإنتاج الأسماك، ويمكن هي رقم واحد في مصر في إنتاج الأسماك، بتنتج أكثر من 35% 40% من إنتاج السمك لجمهورية مصر العربية، وأبنائها منتشرين في معظم المحافظات بيشاركوا في إنتاج. فإحنا هنا بنربطهم باحتياجات سوق العمل. طبعا ما فيش شك طبعا إن كانت معمولة على أساس إن هي تساعد أصحاب المزارع والمصايد وتطوير المجال الزراعة السمكي، وكمان تكنولوجيا تصنيع الأسماك. هي كلية متفردة من نوعها، يمكن هي تاني كلية في الإنشاء في مصر، لكن هي دلوقتي تعتبر الكلية المكتملة رقم واحد، لأن هي بقى فيها أصبح فيها دراسات عليا، وعندنا يعني لو سيادتك شرفتي حرم جامعة كفر الشيخ هتحس إن سعادتك أن أنت منتش في يعني جامعة كفر الشيخ، حرم بمواصفات دولية جامعة مصرية بمواصفات عالمية زي ما حضرتك ذكرت. طيب أخيرا يعني الاستعدادات بقى، الاستعدادات للسنة الجديدة. طبعا ساعات السنة الجديدة بدأت في كل الكليات فور انتهاء أعمال الامتحانات، من أعمال الصيانة المدرجات والمعامل وكل شيء خاص بالعملية التعليمية. كمان بنجهز طبعا لتطبيق نظام التعليم الهجين اللي هو بيشمل ما بين يعني أوقات للطالب بيحضر فيها يبقى التعليم كونتاكت، وأيام أخرى بتبقى ديستانس ليرنينج أو تعليم عن بعد. ف
فطبعا كل ده وسط اجراءات احترازيه على اعلى مستوى. فالحمد لله يعني اطمن حضرتك والساده المشاهدين، جامعه كفر الشيخ مستعده لاستقبال ابناء الطلاب ان شاء الله 17 اكتوبر باذن الله. باذن الله. انا بشكر حضرتك على وجودك معنا، وفي الحقيقه بكون فخوره جدا لما بشوف ان التعليم عندنا بيتطور، وبالاخص التعليم الجامعي والبحث العلمي، وعندنا كمان جامعات بنتشرف بيها واخدنا تصنيفات عالميه على المستوى المحلي والعربي والافريقي والعالمي، ويا رب كده المزيد من التطور والنجاح والتالق باذن الله، ودايما كده نفتخر بجامعه كفر الشيخ. بشكر حضرتك. شكرا. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم من محافظه كفر الشيخ بحيرة البرولوس بعد الفاصل. التعليم الفني هو قاطرة التنمية، ولما يكون عندنا محافظات زي محافظة كفر الشيخ بتهتم بالصناعة والزراعة، مهم جدا ان احنا نخرج طلاب وننمي فيهم المهارات ونخليهم مؤهلين لسوق العمل، لأن هو ده توجه كل الدول الصناعية، وهو ده أساس التنمية وزيادة كمان، أو أساس مهم جدا لزيادة الدخل القومي المصري من خلال أن أنت يكون عندك عمالة ماهرة، وأن أنت تطور من التعليم الفني وتطور من الطلبة وتأهلهم كمان لاحتياجات سوق العمل. معنا في هذه الفقرة دكتور بوثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ. برحب بيك يا فندم ومنورانا، ويعني برولوس زي ما احنا شايفين بحيرة البرولوس والمحافظة جميلة وكل حاجة فيها جميلة، وبعد التطوير كمان ان شاء الله هنشوفها اجمل واجمل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك، وانتم منورين كفر الشيخ ومشرفين كفر الشيخ ومشرفين برج البرولوس وبحيرة برج البرولوس. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب زي ما كنت بقول، التعليم الفني هو قاطرة التنمية، ازاي ممكن نستفيد من مهارات الطلبة اللي عندنا عشان ننمي المحافظة؟ تمام. اهم حاجة ان احنا نكون عندنا رؤية، ان احنا ما نمشيش نمطيين، خلاص بقى التعليم التقليدي والنمطي راحت عليه. لازم اي قائد في اي مكان يكون له رؤية في المكان اللي هو فيه، زي ما احنا الحمد لله رب العالمين عملنا في كفر الشيخ. لما جت بحيرة غليون وافتتحها فخامة الرئيس، والمجهود والمليارات المبذولة فيها واللي اندفعت فيها، كان لازم نفكر بـ 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 برؤية مختلفة، وكان لازم نفكر ان يبقى في مدرسة في هذا المكان علشان يتعلموا فيها الطلاب تصنيع الأسماك، خاصة ان احنا بنلاقي الطلاب بيشتغلوا مع اهاليهم اللي هم صيادين وبيروحوا يصطادوا معاهم. طب انا ليه ما خليش ده جوه مدرسة يدرس عملي وينفع والده وينفع المجال العملي لوالده، وفي نفس الوقت يستفاد من المنطقة اللي هو فيها ومنصرف على هذه البحيرة. فالحقيقة ان كل طبعا معالي الوزير المحافظ وكل مؤسسات الدولة كانت معانا وبيساعدونا في ان احنا على طول ان شاء الله هيكون في مدرسة لتصنيع الأسماك. الرؤية لربط التعليم الفني بالمناطق الصناعية الموجودة هنا، تمام، نفذنا ايه قدامنا قد ايه؟ تمام. انا لما جينا كفر الشيخ يعني ما كانش فيه من سنتين، ما كانش فيه اساسا التعليم المزدوج اللي هو بيبقى مصنع جوه مدرسة أو مدرسة جوه مصنع، ده تعليم مزدوج عشان الطالب يدرس جوه مصنع فعلي أو ننقل المصنع للمدرسة. عملنا تعليم مزدوج في كفر الشيخ الحمد لله، وبدأنا بقلين، وبدأنا بالحاجات المشهورة بها قلين، وبدأنا بفوة زي صناعة النسيج. عملنا مدرسة جوه مصنع ومصنع جوه مدرسة لصناعة النسيج في قلين وفوة، لأن هذه المنطقتين دول بيشتهروا بالنسيج. وفي أماكن أخرى زي ما قلت لحضرتك كده مدرسة تصنيع الأسماك، وعندنا الرمال السوداء طلبنا أن احنا نعمل مدرسة تعدين، والحمد لله رب العالمين الورق اتوافق عليه، والآن احنا في إجراءات إنشاء مدرسة تعدين. ده اللي حضرتك بتقولي عليه، ان انا في كل منطقه استغل الامكانيات والموارد اللي موجوده في المنطقه، سواء موارد بشريه او موارد ماديه او طبيعه زي اللي احنا فيها الطبيعه الجميله دي. وهنا احنا بنقول انه في المدارس اللي اتعملت لحد دلوقتي الطالب بيخرج بيشتغل. بالظبط. بيشتغل على طول. بالظبط. وممكن يشتغل هو كمان يعني في بيدرس. اللي بيحصل بالظبط كده، اللي بيحصل في التعليم المزدوج لما الطالب بيدرس 3 ايام عملي جوه المصنع ويومين بس بيدرسهم نظري، هو بيتدرب فعلي وبياخد مكافأة وهو طالب.
من صاحب المصنع اللي هو بيتدرب عنده، ولما بيخرج بيكون له الأولوية وبيشتغل في المصنع اللي هو اتدرب فيه وتعلم فيه. دي حاجة رائعة، حاجة أنا عايزة أقول لحضرتك إن هي مش موجودة على مستوى العالم، ولكن إحنا في مصر بنطبقها وبنطبقها بمهارة. وقد إيه الطلاب وأولياء الأمور بيبقى إقبال غير عادي على المدارس اللي فيها التدريب المزدوج. وبالمناسبة مصدر دخل طبعا الناس اللي متخرجه من التعليم الفني اليد الماهره طبعا، يبقى مصدر دخلها اعلى من ناس كتيره جدا. الحمد لله رب العالمين. وعايزه اقول لك ان انا يعني كفر الشيخ بالذات عندنا طلاب ما شاء الله عليهم في المهارات الفنيه وفي العمليه، وبيفوزوا على مستوى الجمهوريه وبيعملوا مشروعات بتفوز على مستوى العالم. زي ايه مثلا؟ رب العالمين. زي ايه مثلا؟ يعني عايزه اقول لك ان احنا عندنا طلاب عاملين روبوت. عاملين روبوت. عاملين روبوت، ده شيء جميل جدا. عندنا طلاب ابتكروا أجهزة غير عادية لخدمة البيئة، يعني أولا جهاز تحلية المية ده حاجة غير عادية. عندنا طالب عامل جهاز يعني ينزل المية، الجهاز بيبلغ، أولا بينقي الميكروبات بيبلغ، ولو في حشرات ضارة أو كائنات ضارة الجهاز بيبلغ بيها بأشارات إلكترونية معينة. يعني بيعملوا ابتكارات هي بتفيد المحافظة طبعًا. في المقام الأول طبعا، ودي أجمل وإحنا حاجة وإحنا في أشد الاحتياج ليها يعني. بالضبط، ودي أجمل حاجة، خدمة البيئة وخدمة المجتمع عن طريق طلابنا المبدعين. إحنا عندنا طلاب مبدعين ومبتكرين رائعين، عايزين اللي ياخد بإيدهم ويرفع من شأنه. احنا محتاجين ان احنا ننشر الثقافه دي شويه يا دكتور. ثقافه التعليم الفني لانه مهدور حقه بشكل كبير جدا، الاعتبار كله للتعليم العالي. لا لا، انا عايزه اقول ان احنا فعلا احنا في سبيلنا لده، ويا ريت كل الاعلاميين الممتازين زي حضرتك والبرامج الهادفه زي البرنامج بتاع حضرتك ينشر معانا ده، لان عايزه اقول ان التعليم الفني هو اللي عايزه اقول ايه قاطره التنميه فعلا في اي دوله. حضرتك شوفي طلابنا لما بينزلوا الجناين، يعني يمكن مش عارفه معالي المحافظ قال لحضرتك ولا لا، ان طلابنا الجناين الرئيسيه في كفر الشيخ عملوا ليها المراجيح من الحديد الخرده اللي هو كان هيترمي، الحديد اتجدد واتلحم اتعمل بيها مراجيح في الجناين، اتعمل بيها اعداد، اتعمل شماسي، كل ده من طلاب التعليم الفني. نزلوا دهنوا الاعمده عشان يجددوا اسوار المحافظه، الاماكن اللي عليها كلام سيء يدهنوها ويعملوا عليها لوحات ابتكاريه رائعه. لما التعليم وطلاب التعليم استثمرهم واستثمر طاقتهم في خدمه المحافظه وفي خدمه الشوارع وينزلوا للمجتمع، اولا بزود عندهم الانتماء للبلد، ثانيا لما الطالب هو يدهن عمود او يعمل جنينه او يعمل هيحافظ عليها ويدعي الناس في الشارع ان هم يحافظوا عليها، ليها اكتر من هدف رائع. حضرتك عامله مشروع مهم جدا، المشروع ده خاص بمجموعات تقويه هدفه القضاء على السناتر والدروس الخصوصية اللي بتؤرق الأهالي سنين وسنين وسنين، يعني إيه اللي بتضيفه هذه المجموعات؟ حضرتك أنا من شهر 7 لقيت أولياء الأمور بشكل غير عادي عندي، يا دكتورة المدرسين فتحوا بدأوا يفتحوا السناتر، طب نروح نحجز على المدرسين عند المدرسين ولا ما نحجزش؟ كفر الشيخ ليها طبيعة خاصة، أن أنا لما جيت تقريبا في كل بيت فيه سنتر. حضرتك كفر الشيخ محافظة قفلت السنة اللي فاتت 1350 سنتر، 1350 مركز دروس خصوصية، في ضوء جائحة كورونا وفي ضوء ان كل واحد فينا في مكانه لازم يجد حلول، ففكرنا في مجموع المراكز التقوية الخصوصية او الدروس الخصوصية داخل المدرسة. ليه؟ لان هو في البيت وتحت السلم وفي الدكانة بيبقى 100 طالب و200 طالب مقفول عليهم في ظل جائحة كورونا، دي كارثة ومحدش شايفهم. ولما تيجي حملة من الاشغالات تخيلي ان احنا نلاقي المدرس قفل الدكانة والطلبة جوه، حاجة كارثة. لكن طب ليه؟ احنا قعدنا مع المدرسين اللي هم بيجذبوا الطلاب للسناتر واللي ليهم صيت كبير، مرة واثنين وثلاثة عملنا قلنا هنخليهم يجوا لحد المدرسة. المدرسة انا ضمن ان الفصل ما فيهوش غير اقصى فصل اوسع فصل فيه 20 طالب، ضمن المسافة متر ونص بالعرض وبالطول ما بين كل طالب والتاني، لابسين كمامات يعني واخده الاجراءات الاحترازيه، وحطاهم جوه عيني جوه المدرسه، في اشراف سواء اشراف تربوي او اشراف صحي. طب الاهالي كان رد فعلهم ايه؟ الحقيقه ان في اقبال غير عادي، الحقيقه ان في اقبال غير عادي، واولياء الامور بيشكرونا. طبعا في ناس بتحاربنا حرب شرسه وحرب غير شريفه، اللي هم اصحاب السناتر اللي كانوا بيستفادوا ملايين بيحاربونا بشكل غير منطقي. بعض المدرسين اللي هم طب ممكن اسال حضرتك على المبالغ؟ بصي حضرتك احنا عملنا ايه، احنا حطينا مبالغ مبدئيه يعني من 40 اقل حاجه 40 واقصى حاجه 90. 40 جنيه في الشهر. 40 جنيه في الشهر و90 جنيه في الشهر.
تمام، وفرقنا ما بين الكره. اكيد عارفه المدرسين بياخدوا كام. طبعا بياخدوا مبالغ رهيبه طبعا. ومع ذلك المدرسين وافقوا ليه؟ لان انا اولا وفرت له مكان، وفرت السكرتارية اللي كان بيجيبها، وفرت له ايجار المكان اللي كان بيأجره. ثانيا انا فتحت له عدد المجموعات، انا هديك 20 بس في المجموعه لو الفصل بالساعة اللي احنا عارفينها، وادي عدد مجموعات زي ما انت عايز انت وشطارتك. فانا وفرت له دخل ملائم، مش زي ما كان بيدخل له، بس انا وفرت له على الاقل ان هو في اماكن، في مكان شرعي وامن. لما اتكلمنا في نفس الوقت، يعني معلش يا دكتور، حضرتك بتقولي انه وفرتي له دخل ما كانش مش زي الاول، ولكن برضو احنا الاهالي احنا لازم نحط الاسر في عين الاعتبار. طب هاي الاسر دي كانت بتدفع دم قلبها، بتموت نفسها عشان تجيب مصاريف السناتر والدروس الخصوصيه. لما لقينا ان في اماكن، يعني بعض الاولياء الامور قالوا لا ده احنا كنا بندفع اقل من كده، احنا مش قادرين. فالحقيقه يعني اتكلمنا مع معالي الوزير المحافظ وعملنا حاجه كويسه جدا، قلنا ان مجلس امناء المدرسه او القريه لو لقى ان المبلغ كمان ده عالي عليه هو يحدد المبلغ ويتفقوا، واحنا ما عندناش مانع. المهم ان انا ارضي الطرفين، المعلم وولي الامر، واهم من ده كله ان انا احافظ على ابني وعلى صحته، ان هو يقعد في مكان امن، وان هو يقعد في مكان فيه اجراءات احترازيه، وان ابني ما يقعدش في دكانه او يقعد تحت بير السلم. فاحنا يعني بنراعي المحاور الثلاثه، المعلم والطالب وولي الامر. طب رسالتك ايه للمعلم المصر ان هو يخالف القانون ولسه عايز يعمل يعني دروس خصوصيه، واحنا بنشوف يعني لسه طبعًا. الاسبوع اللي فات امبارح امبارح كان في وقع في كفر الشيخ. امبارح كان في، انا عايزه اقول له ارجوك عشان خاطري حافظ على كرامتك، علشان احنا كمان نقدر نحافظ لك عليها. اسعى للرزق الحلال، اسعى للرزق اللي مش غلط. امبارح زميل لينا اتقبض عليه، جاره بلغ عنه النجده، فطبعا اثبتوا حاله، راحوا لقوه فعلا واتقبض عليه. عايزه اقول لك اضطريت كوكيل وزاره يعني كمسؤوله ان انا كلمت معالي الوزير المحافظ، لانه كان هيبات لي تاني يوم على النيابه، زمايله زعلانين عليه. كلمت وزير معالي الوزير. هنا القانون يعني بالزبط. بقى ياخد اجراءات صارمه جدا للمخالف. جدا. ومع ذلك يعني قلت لمعالي الوزير نعتبرها اول غلطه ليا معالي الوزير ان يتعرض على النيابه مساء عشان ما يباتش في الاسم، وبدانا برضو يعني نتدخل. تمام. فانا بقول لهم مفيش داعي لكده، مفيش داعي ان انتوا تحطوا نفسكم وتحطونا معاكم في مواقف محرجه. تعالى اتشتغل شرعي، وربنا معانا كلنا، وربنا ينصرنا على الحرب الغير شريفه اللي احنا بنشوفها يعني. طيب الاستعدادات بقى للعام الدراسي الجديد في المحافظه. تمام. احنا الحمد لله رب العالمين بنستعد لاكمل وجه. اولا احنا عندنا كذا مدرسه جديده ان شاء الله هتفتتح هذا العام الدراسي الجديد، منها مدارس ثانوي، ومنها مدارس لغات، ومنها مدارس خاصه. طب والتعليم الفني ما انا لسه هقول والله. لسه الحمد لله مخلصين اجراءات اكتر من مدرسه، زي ما قلت لحضرتك مدرسه التعدين، واكتر من فصل للاستزراع السمكي. غير مدرسه الاستزراع السمكي دخلنا تخصصات جديده في المدارس التعليم الفني المنشأ، دخلنا تخصصات جديدة المناطق محتاجاها. فلسه ماضيين حوالي 6 تخصصات جديدة في 6 مدارس، فده التعليم الفني إن شاء الله واخد. ألف مبروك، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون يعني بداية لتقدم أكتر وازدهار أكتر للمحافظة. أنا بشكرك على وجودك معنا. شكرا لك. أشكرك يا فندم. طبعا من أهم المشروعات القومية اللي نفذت في محافظة كفر الشيخ أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، غليون. يعني دي من أهم الحاجات برضو اللي نفذت في الفترة الأخيرة هنا في المحافظة. هنروح نتابع تقرير عنها ونرجع مرة تانية. في شمال مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط في وسط الدلتا تقع محافظة كفر الشيخ، أشهر المحافظات المصرية وأهمها في زراعة وصيد الأسماك. تتميز بتنوع مصادر إنتاجها السمكية بين مصايد البحر الأبيض المتوسط، والتي يبلغ إجمالي المنتج منها 1684 طن من الأسماك سنوياً، ومصايد البحيرات حيث توجد بحيرة البرولوس أفضل البحيرات الشمالية، والتي أصبحت محمية طبيعية تبلغ مساحتها 103,000 فدان، ويبلغ إجمالي المنتج منها أكثر من 53,000 طن من الأسماك سنويا. لا يتوقف صيد وزراعة الأسماك في محافظة الأرض الخصبة عند هذا الحد، ولكن هناك المصايد المنتشرة بكثرة في النيل، وكذلك تنتشر بمحافظة كفر الشيخ العديد من المزارع السمكية.
نظرا لتميزها بوفرة الأراضي غير الصالحة للزراعة والأراضي الملحية والتي تستغل كمزارع سمكية، ومنها مزارع الزاوية والخشعة وبركة غليون. وإلى جانب المزارع الحكومية هناك أيضا المزارع السمكية الأهلية المنتشرة في زمام المحافظة والتي تقدم آلاف الأطنان من الأسماك سنويا. وهنا لا يفوتنا الحديث عن المشروع الأكبر للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط، مزرعة بركة غليون السمكية. افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 على مساحة 4000 فدان، وتقدم وحدها ثلث إنتاج المحافظة من الأسماك، لتزيد بعدها إنتاجية كفر الشيخ من 40% إلى 75% من الإنتاج السمكي في مصر. مزرعة بركة غليون السمكية أنشئت لتكون واحدة من سلات غذاء المصريين، والتي تحولت إلى مقصد لطلاب المدارس وشباب الجامعات بما تمتلكه من قاعدة بيانات ومعامل مجهزة ومراكز تدريبية وبحثية وبنية تحتية، خاصة بعد تأسيس كلية للاستزراع السمكي في المحافظة. ومن محافظة كفر الشيخ بحيرة البرولوس، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم هذه البحيرة المحمية الطبيعية من أهم البحيرات الطبيعية اللي موجودة في مصر كلها، تاني أكبر بحيرة من حيث المساحة، وبتعتبر مصدر مهم جدا، مصدر أساسي للثروة السمكية، بتنتج حوالي من 30-40% من إجمالي الأسماك على مستوى محافظات الجمهورية. يمكن شهدت ودخلت عصر التطوير والتحديث الفترة الأخيرة عشان نقدر إن احنا نحافظ على هذه الثروة المائية والثروة السمكية، ومش بس نحافظ على الثروة السمكية لا كمان نساعد على إنتاجها بشكل أكبر. ويمكن في هذه الفقرة بقى هنتكلم أكتر عن بحيرة البرولوس، إزاي قدرنا إن احنا الفترة الأخيرة من خلال يعني جهود الدولة إن احنا نطهرها وننظفها ونساعد كمان على تعميقها بشكل أكبر، مع ضيفي المهندس سعيد بسيوني رئيس الإدارة المركزية بمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بك، وأهلا بفريق الإعداد مع سعادتك، ومرحب بك على شاطئ بحيرة البرولوس في محافظة كفر الشيخ. شكرا لك يا فندم. يعني هذه البحيرة هي ثروة قومية لكل المصريين، يعني مصدر مهم جدا للثروة السمكية، بتنتج أسماك عديدة، كل أنواع الأسماك. أولا قبل ما أتكلم عن طبعا إنتاجها وأنواع الأسماك، وعايز أتكلم عن التطوير اللي تم فيها الفترة الأخيرة، والتكريك وصل لفين وقدامنا قد إيه؟ يعني بفضل توجيهات السيد الرئيس مع عبد الفتاح السيسي، وكان خد على عاتقه في بداية توليه حكم مصر الاهتمام ببحيرات مصر، وكان أولى هذه الاهتمامات كانت بحيرة البرولوس اللي هي بدأ فيها تقريبا من أول 2015، كان الاهتمام بكشف بتطهير وإزالة كافة النواة المضيئة وكشف المسطح المائي الصالح للصيد الحر وعودة الحياة إلى بوغاز البرولوس الذي كان مر عليه أكثر من 20 عام لم يتم فيه أعمال أي تطهير أو صيانة. فكانت تمت خطة التطوير كانت تمت على ثلاث مراحل، كانت المرحلة الأولى ودي حوالي كان المستهدف منها تطهير حوالي 1800 فدان، كشف مسطح ماء ودم مدينة بلطيم، لأن المنطقة دي كانت موبوءة بالهيش والبوص وكانت مصدر حتى قلق أو مأوى لبعض الخارجين على القانون. فالنهاردة أصبحت كمظهر جمالي ويعيد أو يري البهجة والسرور لأي حد زائر لمدينة بلطيم ومصيف بلطيم، وخاصة بعد ما عملنا اللي هو الرصيف او البلاج اللي هو على الموجود امام مدينة بلطيم. وكان في بقى دخلنا في المرحلة الثانية، ودي كانت بتوجيهات السيد الرئيس، وكان تقريبا في حدود 300 مليون جنيه من خلال 2016 حتى 2019، وكانت تطهير مساحة حوالي من 1700 فدان مرحلة ثانية، وكان مستهدف تطهير مجرى البغاز وعمل حماية لشاطئيه على أساس إن هو يقلل موضوع معدل الترصيب والنحر فيه،
علاوة على عمل قنوات شعاعية، تقريبا 4 قنوات شعاعية بأطوال حوالي 1.5 كيلو بإجمالي 6 كيلومتر، عشان تاخذ منسوب تاخذ تيار المياه اللي هو داخل من خلال فترات المد والجزر يدخل البحيرة من منسوب -5 حتى ينزل عمق البحيرة. ودي زي ما انت حضرتك شايفة قدامنا المسطح المائي مكشوف. النهاردة المية البحر بتغطي أكثر من 40% من مسطح بحيرة البرولوس. وفي خطة أخرى هادفة اللي هي المرحلة الثالثة، وده مخصص لها حوالي 550 مليون جنيه على مدار 3 سنوات في 2020 لحد 2022، ومستهدف حوالي 5 نقط هنشتغل فيهم. هنزود المسطح المائي حوالي 3000 فدان إضافية اللي هي إزالة هي شبوس وتكريك أسفلها لحد -1 متر. حاجة تانية، احنا عندنا البحيرة تقريبا امتداد البحيرة حوالي 70 كيلو، بيمتد من رافد الطريق الدولي في بلطيم هنا حتى رافد الطريق الدولي في مركز مطوبس بحوالي امتداد حوالي 70 كيلو. فهنعم في جزر في النص بين عند مدينة الشخلوبة كده زي جزيرة البشروس، جزيرة القرص، جزيرة الدخلة، باب أبو عامر، دي هنطهر كل الأبواب ونعمقها، وعلى أساس إن يبقى فيه لسهولة حركة المية بين طرفي البحيرة من شرقها لغربها. وكان مستهدف كمان إن احنا هنعمل مراسي نموذجية بعدد حوالي 6 مراسي على مستوى البحيرة، وهنبدأ ب2، واحد قصاد مدينة بلطيم وواحد هنا عند مسجد مدينة البرولوس. أنا مش عارفة الكاميرا جايبة معايا ولا لأ، بس اللي احنا يعني شايفينه أنا شايفة كده، الطيور اللي احنا شايفينها دي كلها طيور مهاجرة، يعني يمكن من أهم مميزات هذه البحيرة، غير طبعا إن هي فيها عدد من الجزر تقريبا 30 جزيرة، دي كلها طيور مهاجرة اللي احنا شايفينها في البحيرة. اولا بحيرة البرولوس محمية طبيعية للطيور المهاجرة، فيها حوالي اكثر من 24 جزيرة، فيها جزر، فيها تحت بعض فيها جزر أثرية، فيها جزر يعتبر مزارات سياحية. وبعد ما تحسين حالة البحيرة وتطهيرها واصبح كشف المسطح المائي بالطريقة دي، فاصبحت تبقى جذب للسياح او الزائرين من داخل المحافظة او خارجها. انواع الاسماك بقى، أنواع يعني الأسماك. أنواع الأسماك الموجودة هنا في البحيرة إيه؟ أسماء الأسماك كان ما قبل موضوع عملية التطهير كانت الأسماك الغالبة اللي هي البلطي وأسماك الأراميط. النهاردة في تعدد نوع الأسماك، بقت في أسماك بحرية زي الأروز، زي الجمبري، زي أسماك اللوت، زي أسماك الأعالة البورية بكمية برضو، بقت يعني دخلت في حوالي 10-15% من إنتاج البحيرة النهاردة بقت أسماك بحرية بعد موضوع تطهير أعمال تطهير البغاز وفتح القنوات وكشف المسطح. اللي هي ذات قيمة اقتصادية المالحة، ما هي زي الأروس، أسماك الأروس والجمبري ذات اقتصاد، ذات اللي هو العائد الاقتصادي الأعلى. يعني السمك تقريبا كيلو الأروس بيساوي عدد بيساوي سعر تقريبا 4 كيلو سمك بلطي. ثانيا هنا برضو حتى اتحسن حجم السمكة وطعمها بعد أعمال التطوير. طبعا أكيد. طيب معظم الأهالي هنا يعني بيصنعوا مراكب وبيصدروها، وفي نفس الوقت بيشتغلوا في صيد الأسماك تقريبا. يعني لو قلنا عدد الصيادين، هل في حصر ليهم؟ عدد الصيادين، عدد المراكب تقريبا قد ايه؟ يعني احنا عندنا هنا شقين في داخل بحيرة او داخل محافظة كفر الشيخ، عندنا المصايد الطبيعية والاستزراع السمك. عندنا المصايد الطبيعية مصايد من بحيرة البرولس او نهر النيل او مصايد من البحر. احنا عندنا برضو فرصة او محافظة كفر الشيخ متميزة انها عندها 2 مخرج من البرولس، وعندنا فرع رشيد ان المراكب بتخش تصطاد في البحر. احنا عندنا تقريبا حوالي اسطول بحري في حدود حوالي 450 مركب بخلاف المراكب الشرعية اللي تخش في حوالي حدود 200، يعني دخلنا في 650 مركب صيد في البحر الابيض المتوسط. عندنا اتفضل. كفر الشيخ برضو مشهورة بصناعة المراكب الخشبية، صناعة المراكب الخشبية الخشبية. فاحنا عندنا في داخل الميناء في ازق لصيانة المراكب، وعندنا بالمستهدف في الخطة اللي جاية ان احنا هنعمل منطقة ازقات بين رافد الطريق الدولي وميناء البرولوس، على اساس ان احنا كل المراكب تشتغل، كل واحد يبقى ليه مخصص مكان ازق يبني فيه مراكب او يصينها فيه بعيد عن مجرى البغاز زي ما هو الوضع الموجود حاليا. احنا بقى عندنا قسم المسطحات المائية او شرطة المسطحات المائية،
القسم ده لاي او الشرطه دي او نقطه الشرطه لاي مدى ليها دور ان هي تواجه التعديات او المخالفات اللي احنا كنا بنشوفها على البحيره في منع المخالفات؟ يعني انا هبدا اقول لحضرتك، اداره اي مسطح مائي مفتوح بيدار من محورين. المحور الاول اللي هو بيسموه اداره المي او جوده المي، زي ما كشفنا المسطح المائي واعمال التطهير والهذا، ده بتحسن من خواص المي. في حاجه اسمها اداره المصايد اللي انا بطبق قانون الصيد، وده طبعا مشكورين معانا شرطه المسطحات من خلال ثلاث محاور. دي احد المحور الاول على البغاز، وكان ليه مغزى انه محطوط هنا على اساس نمنع او نقضي تماما على صيد الزريعه او السمك اللي داخل من البحر للبحيره خلال التعميق اللي احنا بنعمله. وعندي برضو في مركز اخر نقطه اخرى في مدينه بلطيم، وعندي في الشخلوبه، وبرضه احنا بنسعى ان احنا نفتح مركز رابع على رفد الطريق الدولي ناحيه متوبس. ان احنا هنا بنطبق قانون الصيد، اي غزل مخالف بالتنسيق معاهم ومع ثروه سمكيه وكان يعني لو فيه يعني ايه بنزيل كافه او من كافه الغزول المخالفه او اي حرف مخالفه، زي ما الصيادين بيعملوا ساعات اللي هي الدور المخالفه دي. ودي برضو بقى في وعي صيادين كتير، اصبحت الموضوع ابتدى يقل لان الناس برضو عندها وعي وحاسه ان البحيره كل اللي بيتعمل ده لصالحهم مش لصالح اي حد تاني. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا وكل توفيق. شكرا ليك يا فندم. شكرا لكم واهلا بيك في بحيره البروس. شكرا ليك. كنا مع حضراتكم من محافظه كفر الشيخ وتحديدا من بحيره البرولوس، هذه المحميه الطبيعيه الجميله بكل المقاييس ومن اهم البحيرات اللي موجوده في العالم كله، من اعرق ومن اقدم البحيرات ومن اهمها من حيث ان هي مصدر للثروه السمكيه، او من حيث كمان المساحه تاني اكبر بحيره في مصر كلها. ويمكن بعد عمليات التحديث والتطوير اللي احنا شفناها وتابعناها مع حضراتكم كده وعلى الهواء مباشره، شفنا بقت يعني اعادت مره ليها رونقها وجمالها. وباذن الله من خلال الاعمال اللي بتحدث والتطوير اللي بيحصل هنعيد ليها قيمتها المادية وقيمتها البيئية والمعنوية، ونحافظ بقى على هذه الثروة المائية الغالية والثروة السمكية، ونساعد كمان على إنتاجها. كنا مع حضراتكم من محافظة كفر الشيخ، وإن شاء الله نلتقي في محافظة تانية. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.